السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سمير قمر، خمسة علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ. النهاردة هتكلم عن أولى حلقات فيزيوبيديك إن بريف. تمام، هناخد فيديوهات صغيرة، مثلا حوالي 10 دقايق، 12 دقيقة، ماكسيمم ربع ساعة. هناخد يعني إيه معلومات بس مش إن ديتيلز. السلسلة دي برضو هتنزل مع كومبليت جايد سيستم، يعني في فيزيوبيديك ان بريف وفي كومبليت جايد سيستم. الكومبليت جايد سيستم احنا بناخد مور ادفانسد انفورميشن، يعني بيتكلم عن الموضوع من اكتر من اتجاه. تمام، فيديو ساعتين، ساعتين ونص، ساعة ونص، ساعة، كيف الحدود دي. ولكن فيزيوبيديك ان بريف اللي هي اول حلقة النهاردة هيبقى مثلا فيديو 10 دقايق، 12 دقيقة، ربع ساعة. تمام، هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة خالص في شولدر جوينت، بعتبرها ده اساس شولدر جوينت. لازم تفهم النقطة دي علشان شولدر جوينت يعني يبقى شبه المية كده. تمام، النقطة دي اللي هي فورس كابل سيستم. تمام، هنتكلم عن حاجات صغيرة خالص بس حاجات مهمة، والحاجات دي لو ما فهمتهاش دلوقتي هتخلص كلية، ممكن تحضر ماجستير وما انتش فاهمها خالص. فنركز مع بعض. بص، احنا هناخد الفورس بتاعت الدلتويد و روتيت كاف و لونج هيد اوف بايسبس. تمام، وهنعرف دور كل واحدة فيهم بتعمل ايه. تمام، يعني ايه فورس كابل؟ كابل دي يعني اتنين، يعني واحد وواحد. الاتنين دول بيشتغلوا في الشولدر علشان يطلعوا موفمنت تكون سموث، يعني موفمنت ما فيهاش اي جيركي موفمنت. يعني تيجي ترفع ايدك، ايدك جنبك مثلا، وتيجي تعمل ابدكشن. تمام، وبعدين اوفر هيد اكتيفيتي. تمام، يعني بلس 90 ديجري في ابدكشن، تبقى الموفمنت جايه كويسه، مفيش اي سبستيتيوشن، مفيش اي جيركي موفمنت، مفيش اي حاجه، الموفمنت جايه سليمه خالص. ده دور الفورس كابل. تمام، واللي بدورهم الماسلز دي هي اللي بتطلع الموفمنت دي كويسه. وفي ماسلز ثانيه كتيره بس احنا النهارده هنتكلم على الدلتويد والروتيتور كاف ولونج هيد اوف بايسبس ودورهم في الاستابلايزيشن بتاعت الشولدر جوينت. روح اسال مثلا واحد في اولى مثلا، قول له في اي كليه، قول له دور الروتيتور كاف، هيقول لك ستابلايزيشن اوف ذا شولدر جوينت. بس طب ازاي؟ معرفش. طب ايه اللي بيحصل؟ لا معرفش. احنا هنعرف النهارده ايه اللي بيحصل. تمام، بص، انت عندك الدلتويد، احنا عارفين الدلتويد ماسل المفروض تكون سمعتها في الاناتومي اوف ذا شولدر جوينت، انتيريور فايبر وميدل وبوستيريور. تمام، بيقول لك هنا لما تحط ايدك جنبك، تمام، يعني in adduction اللاين بتاع ال 3 segments of deltoid اللي هما anterior و middle و posterior fibers of deltoid بيتبعوا ال middle fiber. ازاي؟ بص ركز على الرسمة دي. تمام، انت دلوقتي دي deltoid muscle، ال middle fiber of deltoid، هتيجي تعمل abduction. تمام، ايدك جنبك وهتعمل ابدكشن، هتحلل القوة دي لتو فورسز اف اكس واف واي. تمام، اف واي دي السهم انت شايفه هو طالع بالمنظر ده، يبقى ده ابدكشن، يبقى السهم ده رايح ناحية الابدكشن. لما تيجي تحلل الدلتويد فورس هيطلع لك اف واي واف اكس، هذه الاف واي تساوي ابدكشن او روتاتوري موفمنت. هذه الروتاتوري موفمنت او الابدكشن بتكون سمول اماونت، يعني حاجه صغيره خالص، يعني اف واي تساوي سمول اماونت اوف ابدكشن. ده في حاله لو الدلتويد اشتغلت لوحدها من غير الروتيتور كاف وخاصه السوبرا سباينيتس. تمام، يبقى احنا عرفنا كده الاف واي. نيجي الاف اكس، اف اكس زي ما انت شايف سهم طالع لفوق، ده superior translatory movement. تمام، يعني سهم طالع لفوق، يعني الهيومرس طالعه لفوق،
severe migration. يعني دلوقتي اف واي سمول اماونت اوف ابدكشن واف اكس لارج اماونت اوف سوبير مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد. المحصله السامده اللي هي اف دلتويد. تمام، دي المحصله. المحصله ايه؟ سوبير مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد بتروح ناحيه الاقوى اللي هو الاكبر اللي هي الاف اكس. تمام، يعني دلوقتي لو الدلتويد اشتغلت لوحدها هتيجي تعمل ابدكشن، هتلاقي سمول اماونت اوف ابدكشن اللي هي الاف واي، وتلاقي الهيومرال هيد طالعه لازقه فوق علشان في هاي اماونت اوف سوبيريور مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد. يبقى المحصله سوبيريور مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد. ده خلاصه الكلام ده كله. تمام، هنقول دلالتها في الاخر. تمام كده الدلتويد خلصت. الروتيتور كف، بص احنا عارفين الروتيتور كف ماسلز، اربع ماسلز، سوبرا سباينيتس، انفرا سباينيتس، تيريس ماينر، وسب سكابيولارس. تخيل الشولدر جوينت ده متربط بحبال. تمام، ده التعبير الاصح والادق. الشولدر جوينت متربط بحبال ازاي؟ سوبرا سباينيتس حبل ماسك من هنا ومشدود نفس الاتجاه ده. تمام، انفراس باينيتس والتيريس ماينور حبلين ماسكين من هنا ومشدودين في الاتجاه ده، وده حبل ماسك من هنا وشادد في الاتجاه ده. سابسكابولاريس حبل ماسك من قدام ومشدود قدام. يبقى انت كده ثبتت الشولدر جوينت، حبال مربطه الشولدر جوينت علشان تديله ستابلايزيشن. ده لاين اوف اكشن اوف سوبرا سباينيتس، انفراس باينيتس، تيريس ماينور وسابسكابولاريس طبعا قدام. هتيجي تحلل الروتيتور كاف، هناخدهم مجموعتين. تمام، دي سوبرا سباينيتس ودول الباقيين اللي هي انفراس باينيتس، تيريس ماينور وسابسكابولاريس. هنشوف التلاته دول مع بعض. بص عندك هتحلل الانفراس باينيتس والتيريس ماينور وسابسكابولاريس اف واي. تمام، و اف اكس. اف واي دي كومبريسيف، يعني ايه؟ بص اف واي بتمسك الهيومرال هيد تلزقها في الجلينويد كافيتي، يعني كومبريسيف كومبوننت، يعني لازقه الهيومرال هيد في الجلينويد كافيتي الاف واي. الاف اكس نازله تحت بفعل الجرافيتي. تمام، وظيفه الاف واي احنا قلنا هنا في اف اكس بتاعت سوبير مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد، يقابلها تحت الاف اكس بتاعت الانفراس باينيتس سيريز ماينس سكابولاريس. يبقى الاثنين دول الاف اكس والاف اكس هما الاثنين بيساووا بعض، وما دام الاثنين فورسز بيساووا بعض يبقى محدش هيشم نفسه على الثاني، يبقى الموضوع تمام. الخلل هيحصل ويبدا يظهر لو مثلا اف اكس دي تمام فيها ديفكت، حصل فيها مشكله، يبقى الاف اكس بتاعت سوبرا سباينيتس هتلاقيها طالعه لازقه فوق في الجزء ده. تمام، يبقى هينتج عنها مشكله. يبقى احنا قلنا دلوقتي في اف واي كومبريسيف واف اكس بت اوفست. اوفست يعني تساوي السوبير ترانزلاتوري موفمنت اوف ذا هيومرال هيد ناتجه عن دلتا. يبقى المحصله تساوي ان في فورس طالعه تساوي الفورس اللي طالعه من الدلتويد، يبقى محدش هيشم نفسه على التاني، يبقى الموضوع تمام، اللي هي offset the superior translatory pole of the deltoid. تمام، دول بالنسبه للانفراسباينيتس والتيريس ماينور والسابسكابولاريس ماسل. تمام، نيجي للسوبراسباينيتس، نفس الكلام. هتيجي السوبرا سباينيتس اللي هي ماسكه من هنا ورايحه تبول في الدايركشن ده، هتيجي تحللها الاثنين فورس اف اكس واف واي. اف اكس دي اللي هي كومبريسيف كومبوننت، بتيجي تمسك الهيومرال هيد تلزقها في الجلينويد كافيتي. والاف واي سوبير ترانزلاتوري موفمنت، تمام، طالعه لفوق بتاخد الهيومرال هيد وتلزقها فوق. تمام، المحصلة بتاعت السوبراسباينيتس، بص
لو في مشكلة في سوبر سباينيتس، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الهيومرال هيد لازقة في الجزء ده. طب دور السوبر سباينيتس بتعمل ايه؟ هي ماسكة من هنا وماشية في الاتجاه ده، فبتمسك بتخلي الهيومرال هيد تلف في الاتجاه ده تحت الجزء ده علشان ما يحصلش انكروتشمنت للسوبرا سباينيتس تندون. تمام، يعني هي بتمسك هي ماسكه من هنا فبتلف الهيومرال هيد لما تيجي تعمل ابدكشن في الاتجاه ده، يبقى مش هيحصل انكروتشمنت للتندون ولا الجزء ده هيضيق، مش هيحصل ديكريزنج للسبيس في الجزء ده. يبقى محصله السوبرا سباينيتس بتعمل inferior gliding للهيومرال هيد، inferior gliding للهيومرال هيد. يبقى تاني، لو سوبرا سباينيتس اشتغلت في اف اكس تمام و اف واي، اف واي دي كومبريسيف كومبوننت، اف اكس دي سوبيرو ماجريشن، المحصله بتعمل inferior gliding of the humeral head علشان ما يحصلش encroachment of the supraspinatus tendon. تمام، نيجي نشوف الاتس اللي هي infraspinatus teres minor subscapularis، في اف واي دي كومبريسيف كومبوننت، و اف اكس دي بتهلب ان اوفست، اوفست يعني تساوي ايه؟ تساوي القوه بتاعت الدلتويد اللي هي الاف اكس اللي كانت بتعمل سوبير ماجريشن اوف ذا هيومرال هيد. يبقى اف اكس بتوع دول بتساوي اف اكس بتاعت الدلتويد، يبقى هما الاثنين بيساوي بعض. الرسمه دي تعتبر حبال مربطه الشولدر جوينت، يعني كانها ماسلز. الحبل ده او السهم ده سوباسباينيتس، ده انفراسباينيتس تيريز ماينو سابسكابولاريز، دول ماسكين الشولدر جوينت مربطينه، ده بيساعد في الاستابلايزيشن اوف ذا شولدر جوينت. تمام، الدلتويد ماسل ده اف اكس، ده اف واي، اف اكس ده سوبيرو ماجريشن اوف ذا هيومرال هيد، اف واي ده سمول اماونت اوف ابدكشن او سمول اماونت اوف روتاتوري موفمنت، المحصله سوبيرو ماجريشن اوف ذا هيومرال هيد. تمام، اخر واحده اللي هي اللونجيت اوف بايسبس، اللونجيت اوف بايسبس دي سكندري ستابلايزر اوف ذا شولدر جوينت. تمام، يعني دورها ما بعد الدلتويد والروتيتور كاف. ازاي يعني؟ شولدر جوينت لو في ديفكت في الميكانيزم بتاعت الدلتويد او الروتيتور كاف، تمام، يبقى لو اللونجيت اوف بايسبس حصل فيها مشكله هتبان، يعني هناخدها في الاعتبار. ولكن لو الاثنين دول الميكانيزمين دول بتوع الدلتويد والروتيتور كاف سلام، ولو في بقى مشكله في اللونجيت اوف بايسبس، لا ولا كان في حاجه حصل. بيقول لك اللونج هيد اوف بايسبس بيحصل فيها مشكله في الانستابل شولدر. انستابل شولدر معناه في ديفكت في الميكانيزم بتاعت الدلتويد والروتيتور كاف. طب ايه دلاله الكلام ده؟ يعني ايه الفائده اللي انت عرفتها من الكلام ده؟ بص معايا، لو الروتيتور كاف حصل فيهم مشكلة، على سبيل المثال روتيتور كاف تير، ايه اللي هيحصل؟ انت دلوقتي الميكانيزم بتاع الروتيتور كاف باظت، ايه اللي هيحصل؟ هتشتغل الديلتويد لوحدها، يبقى الديلتويد هتشتغل لوحدها، هتيجي تحللها اف واي سمول امونت اوف ابدكشن و اف اكس اللي هي سوبيرور مايجريشن اوف ذا هيومرال هيد، دول باظوا، يبقى دي هتشتغل لوحدها، يبقى في سوبيرو ماجريشن اوف ذا هيومرال هيد جامد، يعني هيبقى عنده روتيتور كاف تير، وبعد كده هيجي له شولدر امبنجمنت سندروم، السبيس هيضيق. تمام، طيب لو السوبرا سباينيتس فيها مشكله، احنا قلنا السوبرا سباينيتس بتعمل انفيرير جلايدنج اوف ذا هيومرال هيد، لو الميكانيزم دي فيها ديفكت يبقى لا في انفيرير جلايدنج ولا حاجه، يبقى هيجي يعمل ابدكشن سوبرا سباينيتس تندون، هيحصل له انكروتشمنت في المنطقه دي، يبقى هيجي له امبنجمنت برضه، ممكن سوبرا سباينيتس تندون مع الوقت يحصل له تير.
تمام. ده دليل او حاجة عملية على الفورس كابل سيستم. تمام، يبقى الحاجات دي مهمة خالص للتويد روتيتور كاف. تمام، هنقسم روتيتور كاف ل انفراسباينيتس سيريز ماينور سابسكابولاريز و سوباسباينيتس لوحدها في لونج هيد اوف بايسبس. تمام كده موضوع النهارده خلص. وانا اساسا مش متعود اني اشرح مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعه، انا بقعد اشرح بالساعتين وساعتين ونص. تمام، المره الجايه ان شاء الله هناخد موضوع برضو بسيط 10 دقايق كده. وبرضو يعني انت سمعت جزء من بايوميكانكس ذا شولدر جوينت في فيديوهين حوالي ساعتين ونص، عايز تكمل روح اسمعهم، عايز تكتفي بشويه دول مفيش برضو مشكله. تمام، يبقى ان شاء الله المره الجايه يوم السبت هتكلم عن موضوع برضو قصير في 10 دقايق. ولو في اي استفسار ممكن تسيبها في الكومنتات. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.